فسمعت دبة وانا في الصالة، فطلعت اخرج اشوف الدبة دي منين. طلعت لنص الحوش، سمعت ماما بتصوت بتقول لي محمد اخويا، العيال وستك، العيال وستك يا محمد. كانت جوه البيت وطلعوهم وطلعت تلاتة تقرير المبدئي وهم في المستشفى متوفيين. طلعوا راحوا المستشفى متوفيين. انا من يوميها والله العظيم ربنا بس اللي عالم بيا، انا من يوميها ما بننامش لا انا ولا ماما ولا حد فينا.